بشرى ساره بقى لكل المواهب الموجوده في مصر، كل المواهب الموجوده في مصر اختبارات النادي الاهلي ان شاء الله هتكون في نص ستة الشهر القادم، نص شهر ستة 15/6 النادي الاهلي هيعلن قريبا عن اختبارات الناشئين، هيبتديها الاول في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. ملاعب الناشئين في مدينه نصر هتكون اختبارات النادي الاهلي هتكون في نص ستة قريبا، بعد كام يوم النادي الاهلي هيعلن عن كل التفاصيل. بالمناسبه الاختبارات مش هتكون في مدينه نصر بس في النادي الاهلي، هتكون في كل محافظات مصر، هتكون في آلية ان شاء الله. كابتن خالد بيبو هيطلع معانا الحلقه اللي جايه هيعلن عن كل التفاصيل وازاي اختبارات النادي الاهلي هتكون في كل المحافظات. اي لاعب عنده موهبه وشايف في نفسه انه ممكن يكون موهبه ويقدر يلعب في النادي الاهلي هيقدم فيها، ومن هنا هنقدم يعني وهنعلن عن كل التفاصيل ان شاء الله. والنادي الاهلي هيكون متواجد في المحافظات مش في يوم ولا في اسبوع ولا في شهر بس، لا ده على مدار الموسم، وهنعلن عن كل التفاصيل.